ممكن تعرفنا بحضرتك؟ دكتور إيهاب عبد العزيز السلماني، رجل أعمال أردني مستثمر في مصر، دول العالم من ضمنها مصر. كنا عاوزين نعرف حضرتك رؤيتك للاستثمار المصري العربي المشترك. مصر بعد ما أنهت قانون الاستثمار الجديد اللي كان جاهز وكانت يعني بصمات كبيرة مع الوزيرة صاحب مصر طبعا توجيهات الفخامة حضرتها الفتاحة السيسير كانت شديدة جاذبة. وضع الآن مصر واستقرار السياسي بسحبة به رئاسة الفخامة حضرتها الفتاحة السيسير يجعل انها بلد جاذبة للاستثمار، وان مصر تعتبر كمنتج منافس لجميع دول العالم في مجال الاستثمار. فخامة الرئيس على حسب معلوماتي يكتشف كثير من المشاريع المنصورة اللي حتنعكس ايجابيا بالاستثمار. العلاقات السعودية المصرية في مجال الاستثمار هي علاقات قوية. المملكة العربية السعودية اكبر دولة عربية مستثمرة في مصر. تحية لفخامة الرئيس الفتاح السيسي اللي اصدر قرار هي الرقابة التجارية لمتابعة أي مشروع مستثمر تعد الصرف لأي مستثمر ومحاسبة عليها المتسببة في ذلك. علاقات قوية نطمح إن شاء الله بعد الملك سلمان. احنا دائما نقول المملكة العربية السعودية ومصر أرض واحدة يفصل بينهم بحر. رأت الإرادة السياسية في البلدين ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكسروا حاجز البحر مصر الملك سلمان. وإن شاء الله سيرى الملك قريبا مشروع منهم ومشروع الحلم سيربط منطقة وحدة الأمة العربية وينشط المجال الاستثماري في البحر الأحمر كامل. فالعلاقة بينهم غردقة وشرم الشيخ وجميع المناطق اللي تطل على البحر الأحمر هي علاقة تكوينية. حب الله سبحانه وتعالى مصر محروسة ومارك الميزان وقلب الأمة العربية برجل شجاع أنقذ هذه البلاد. أمل كفن بيده هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجل طيب استشعر الخطر في ذاك الوقت الملك عبد الله رحمه الله وأنقذ مصر العظيمة صمام أمان المنطقة. الآن المنطقة هي تطوير الأمة العربية المملكة العربية السعودية ومصر. إحنا كلنا أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية. تنمية الاقتصاد المصري هو واجب علينا. نحن دولة تدعم الاقتصاد المصري وتقدم المساعدات المعلنة غير معلنة. ونحن كمستثمرين نحب مصر، نحب أهلها الطيبين، نحب الناس المستلعن بالأمن والأمان بالرفاهية اللي تحتها نسعى للاستثمار فيها. عندها رئيس بطل شجاع يعمل ليل نهار للنهوض بهذه البلد ورفع قيمتها وتوفير الرفاهية والراحة للمواطنين وجعلها دولة جاذبة للاستثمار. تمنياتها له بالتوفيق وإن شاء الله كل الانتخابات بالنجاح وتولي مرحلة رئاسة جديدة ليكمل مسيرة الجماع والعطاء التي بداها بما يتمتع به من قوة إرادة وحسن جدارة. حفظ الله.